لما تعرف قصة الفيل اللي جابوه يهد الكعبة وتقرأ سورة الفيل هتحس انك بتقرأها لأول مرة. ايه اللي حصل بالظبط؟ يلا نشوف. الحكاية بدأت من اليمن، كان في هناك ملك حبشي اسمه أبرهة بن الصباح ولقبه أبرهة الأشرم، واللي نصبه على اليمن ملك الحبشة وكان اسمه النجاشي. أبرهة لاحظ في اليمن إن الناس بتتجهز في وقت معين عشان يروحوا يحجوا في مكة، فالموضوع ده أثار انتباهه للمنافع اللي ممكن يحصل عليها لو هو كمان بقى عنده مكان للحج، فبنى كنيسة كبيرة في صنعاء وكتب للنجاشي قال له أنا بنيت ليك كنيسة ما تعملش زيها وهخلي العرب يجولها ويحجوا فيها. ففي راجل من العرب سمع الحكاية دي والموضوع ما عجبوش، فعمل إيه؟ راح بالليل للمكان اللي بناه أبرهة ولطخه بالقاذورات. فلما عرف أبرهة باللي حصل سأل مين اللي اتجرأ وعمل كده، فقالوا له ده راجل من أهل الكعبة سمع اللي انت قلته وما عجبوش الكلام. فحلف أبرهة انه يروح لمكة ويهد الكعبة اللي الناس مفضلينها عن مشروعه ويرد اعتباره. فكتب للنجاشي وقال له اللي حصل وطلب منه انه يبعت له الفيل اللي عنده عشان يستخدمه في هد الكعبة. النجاشي كان عنده فيل قوي وضخم جدا، المهم وافق وبعت لأبرهة الفيل، وبالفعل جهز أبرهة جيش قوي جدا وخرج متجه لمكة. طبعا الخبر انتشر بين الناس والعرب عرفوا اللي أبرهة ناوي عليه، فجهزوا الأول جيش من اليمن يواجه أبرهة علشان ما يوصلش لمكة، وبدأت المعركة وحسمها أبرهة وانتصر وأخذ قائد الجيش أسير. كمل أبرهة المسيرة فقبائل العرب بسرعة جهزوا جيش تاني عشان يقاوموا قبل ما يوصل، وكان على رأس الجيش ده راجل اسمه نفيل بن حبيب الخثعمي. فاشتبك الجيشين والنصر كان حليف أبرهة للمرة التانية، وبرضه مسك قائد الجيش اللي هو نفيل وكان هيقتله. فنفيل قال له أنا ممكن أبقى دليلك في أرض العرب فخليني واستفيد مني. أبرهة كان راجل حليم فوافق على العرض وخلى معاه نفيل. في ناس من العرب لما شافوا قوة أبرهة قرروا ينضموا ليه ويدلوه على كل حاجة في أرضهم، وفي ناس هربت في الجبال وسابوا مالهم وبيوتهم. أبرهة كون مجموعة كده من جيشه على رأسهم واحد اسمه الأسود بن مفصود، وقال له يعملوا غارة على البلد قبل ما يوصل هو ويجمعوا ليه أموال الناس وحاجتهم وأي غنايم يلاقوها. فنفذوا الأمر وأصابوا في الغارة دي 200 بعير كانوا لعبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده بعت أبرهة راجل لأهل مكة قال له اسأل على شريفهم، يعني أكتر حد فيهم ليه مقام عالي واحترام بين الناس، وقول له إننا مش جايين لقتال إلا لو أنتوا قتلتوا، إحنا جايين نهدم البيت ده ونمشي. فراح الراجل وبلغ عبد المطلب بالرسالة، فرد عليه وقال له ما عندناش ليه قتال لأن قوة العرب ساعتها شبه انتهت. قال له هنسيبه يدخل الكعبة ولو ربنا أراد إنه يهدها مفيش قوة هتمنعه. فقال له تعالى معايا نروح له. وصلوا لمعسكر أبرهة وهناك اتكلموا مع الراجل اللي مسؤول عن الفيل، قالوا له إن أبرهة أخذ 200 بعير من عبد المطلب وطلبوا منه يتوسط له في ردهم. فدخل الراجل لأبرهة وقال له الراجل ده سيد قريش وصاحب عين مكة اللي بيطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال، جاي يستأذنك ومش مخالف عليك. فأذن له أبرهة بالدخول. عبد المطلب كان راجل شكله حلو وليه هيبة كده، فلما شافه أبرهة اتعامل معاه معاملة الملوك وأكرمه لدرجة إنه نزل من مكان جلوسه علشان يتكلم معاه. عبد المطلب برضه اتكلم معاه بشكل كويس وقال له عبارة أيها الملك وكده علشان يحفظ له وضعه. المهم عبد المطلب قال له إنه أخد منه مال كتير وعايزه يرده له وشرح طلباته. فرد أبرهة وقال له إيه بقى؟ قال له أنت عجبتني أول ما شفتك لكن دلوقتي زهدت فيك. قال له ليه؟ قال له جيت اهد بيت هو دينك انت وابائك وما كلمتنيش فيه وبتكلمني في 200 بعير بتوعك. فقال له انا رب الابل دي وللبيت ده رب هيحميه. قال له مش هيحميه مني، قال له منك ليه. فامر أبرهة برد الابل لعبد المطلب، ولما اخد حاجته وخرج قال لاهله اللي هم قريش انهم يتفرقوا في شعاب مكة وعلى رؤوس الجبال ترقبا للي هيحصل لأبرهة وجيشه. ثاني يوم الصبح تهيأ أبرهة لدخول الكعبة، جهز جيشه وجهز الفيل وبدأ التنفيذ. بس هنا حصل موقف مهم جدا، الراجل اللي اسمه نفيل بن حبيب اللي كان أبرهة مسكه أسير وقال له خليني دليلك في أرض العرب، لما شاف الفيل هيحركوه لهدم الكعبة قرب من الفيل ومسك ودنه وقال له ابرك محمودا أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام، فإنك في بلد الله الحرام، وساب ودنه ومشي. الفيل سمع الكلمتين دول راح قاعد مكانه ورفض إنه يتحرك تماما. نفيل لما شاف الموقف ده راح جاري بأقصى سرعة وطلع الجبل كأنه حس إن في أمر عظيم هيحصل، وجيش أبرهة بقى يحاولوا يقوموا الفيل بأي طريقة مستحيل يتحرك، لدرجة إنهم بقوا يضربوه بالحديد وأزوه جامد مفيش فايدة. حاولوا يوجهوه لليمن كأنهم راجعين لقوه قايم يهرول، يوجهوه للشام أو للشرق بيتحرك عادي، لكن أول ما يوجهوه للكعبة يبرك مكانه. في عز المحاولات دي حصلت المعجزة، بصوا في السماء لقوا طيور كتير جدا جاية من ناحية البحر، طيور شكلها غريب وبتقرب
محدش فاهم حاجة لغاية ما بقت فوقهم بالظبط وابتدت ترمي عليهم حجارة صغيرة. كل طائر ماسك 3 أحجار، 2 في مخالبه وواحد في منقاره. الحجارة دي كانت قد العدس تقريبا، صغيرة جدا لكن كأنها من جهنم. الحجر منهم كان بينزل على الراجل يهلكه. الجيش هرب وناس كتير اتصابت وماتت، وبقوا يسألوا عن نفيل عشان يدلهم على طريق الخروج، بس مفيش نفيل. نفيل فوق الجبل بيتفرج على اللي بيحصل، ولما شاف المعجزة دي قال: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. أبرها اتصاب إصابات شديدة جدا، أخدوه ورجعوا بيه اليمن. بقت أنامله تتساقط وجسمه يتاكل بشكل فظيع، وبعدين مات في اليمن بعد معاناة شديدة. بعد الواقعة دي ب50 يوم اتولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كبر وبلغ الرسالة أسلم ملك الحبشة اللي هو النجاشي ونصر الصحابة لما راحوا عنده. القصة دي في ناس طعنوا فيها وحاولوا يشوهوا الحقيقة، لكن محاولاتهم لنفي أحداث تاريخية ثابتة فشلت طبعا. المصادر تحت الفيديو فيها كل حاجة، الموسوعة البريطانية اللي بتأكد القصة، والنقوش اللي لقوها بتأكد اللي حصل، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الواقعة اللي مفيش واحد من المشركين كذبوا فيها أو قال ما حصلش، لأنهم شافوا ده بعينهم فمفيش مجال للتكذيب، وإلا كان هيبقى سبب قوي جدا إنهم يطعنوا في صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فعلا مفيش نص واحد أو أي تصريح أو كلام من المشركين إن ده ما حصلش. ببساطة لو كان ما حصلش ولا شافوه بعينهم، محدش كان هيؤمن بالنبي لما يجيب سيرة الموضوع ده، سواء بصورة الفيل أو الأحاديث. منطقيا ما كانش ولا واحد هيصدقه، ولا حد كان هيدخل الإسلام أصلا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وربنا يديمها نعمة. اقرأ سورة الفيل هتحس إنك شايف المشهد بدقة، وهتفهم كل حرف فيها بإذن الله. عرف المعلومات دي لغيرك، وما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.